طب هات طبعا زيت. ازاي زيت الزيت بتاع الصبح راح فين؟ ما فطرنا بيه خلص كله كله يا حاج. كله كله ده سنت يا حاج، ده 2 حاطينها سم سنت. والله 2 سم 2 يا حاج والله، سنت واحدة والله منها 2 خالص. سم على الكذب. تعالي تعالي يا سرنج، انت كنت كم سم؟ كم سنت؟ اها 2 سم اهم. طب السرنجة 3 سنتيم ليه؟ عملات 3 سنتي؟ اه ليه انت هتعزم الشارع كله ولا ايه؟ على 3 سنتي يا ولا حاج، احنا عندنا عكيكه في البيت؟ على 3 سنتي زيت. اللي انت لما بقى ايه بقى تعملي عكيكه ونجيب نص كيلو يا لحمه اخويا كامل؟ وكلنا احنا، مش هنوكل الناس. لما تجيب نص كيلو لحمه كامل هنعزم الناس كل هيت. وكل عيالك، انا مش لكن عازمين رضا من حد. عند ربنا احنا حلوين. طب شوف عندك اي اي زيت جوه ولا حاجه يكفي جوه؟ خد يا حاج، حرام عليك، انا مش عندي الا صراصير جو. امسك. استغفر الله. ايوه فضي من الجزازة يا حاج. شوية يا اخي، حرام عليك. تعالي بص كده 2 سنتي اهم، والله 2 سنتي اهم. تعالي تاني قول عايز زيت العشاء. امال هنتعشى ايه؟ انت بترجع الجزازة لا كده؟ مش بمسح السرنج. طب هطبخ ايه الرز؟ طب فين اللي هنطبخ ايه؟ طبيخ ايه ولا بقى؟